في عناوين النشرة: مقتل أعماق داعش، غارة أمريكية تستهدف وزير الإعلام، ارتفاع حمى الرئاسة لمصلحة عون. ما في أي أفق لانتخاب رئيس الجمهورية ب 28 أيلول إذا ظلت المواقف على حالها. نسم علينا الهوى من مفرق النفايات، فانتبهوا إلى عدوكم الجديد. وزيادة عن كل هودي عنا حريق النفايات اللي هو بكل كيف ما اطلعت فيه مسرطن مسمم كله وزبالة كمان. هانيبال القذافي بين أيادي أكرم عزوري، فإلى أين المصير؟ القاضي قال رح يقرأ الدفع بعدم صلاحيته، إذا اقتنع فيه قد يغفل الملف ويطلق سراح القذافي وتتنقص. ونظامنا اللبناني جمهوري برلماني؟ شو بده يكون نظامه؟ أكيد جمهوري، بس ما هو بنفس الوقت بقولوا إنه نحن نظام برلماني. من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. إفلاس قوم عند عون فوائد، فمع انهيار الأسهم المالية لسعد الحريري ارتفع مؤشر ميشيل عون الرئاسي، وبدأت الأخبار ذهابا وإيابا تحمل معها رسائل وتوضيحات وإعادة ترشيح ونفي يوازي التأكيد. كل المعلومات تذهب في اتجاه بحث الحريري عن حش خلاص وحل يقيه أزمته المالية التي دفعت صديقه وليد جملاط إلى رثاء حالته عبر صفحات مركز كارنيجي قائلا: حليف الأقوى يزداد ضعفا بالطراد، وهذا محزن محزن جدا، والخروج من دوامة الحزن لا يتوافر إلا بالدخول من بوابات السرايا. وعلى هذا الأمل ينشط المسعى السياسي للاستطلاع وتهيئة جلسة 28 من الجاري لتكون محطة لاختبار النوايا. مصادر المستقبل لا تذهب إلى حدود المبالغة في التفاؤل، لكن ثمة من يرجح أن الخبر اليقين بات عند وزير الداخلية نهاد المشنوق. وإذا كان الحل في لبنان قد بدأ يطل من الرأس، فإن الحلول في سوريا تتسارع مع خدش الهدنة من دون سقوطها. واليوم منيت داعش بقص لسانها مع استهداف ما سمي وزير إعلامها المدعو أبو محمد الفرقان في غارة أمريكية. إذن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتل قياديا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية كان يعمل كوزير للإعلام في التنظيم في غارة لطائرة من دون طيار في السابع من الجاري. وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك إن الضربة التي وجهت بدقة حدثت قرب الرقة في سوريا، وقتلت المدعو وائل عادل حسن سلمان الفياض الملقب بأبو محمد فرقان والمعروف أيضا باسم الدكتور وائل. وأبو فرقان من أبرز خمسة قياديين في التنظيم، وكان قد اختير من قبل مجلس شورى داعش ليكون المتحدث الرسمي باسم التنظيم بعد مقتل العدناني، وهو بمثابة وزير إعلام والمسؤول عن مؤسسة الفرقان التي تنتج معظم الإصدارات الإعلامية لداعش، إضافة إلى إشرافه على وكالة أنباء أعماق وصحيفة النبأ الأسبوعية وإذاعة البيان، فضلا عن قنواته المتعددة في وسائل التواصل. ويعد مقتل العدناني ثم أبو محمد فرقان ضربة قوية لداعش قد تؤدي إلى وقف نشاطه الدعائي. الخارجية الأمريكية تعلن أنها لن تتعاون مع موسكو قبل أن تدخل المساعدات الإنسانية حلب. وغارات تستهدف تنظيم داعش في دير الزور، ومسلحو المعارضة يطردون القوات الأمريكية من بلدة الراعي. علقت المساعدات المتجهة إلى مدينة حلب السورية على الحدود التركية لليوم الخامس على التوالي، وسط جدل بين الفصائل المتناحرة في شأن كيفية توصيل الإمدادات وزيادة الضغوط على هدنة هشة من جراء تزايد العنف. ويتوقف وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب على السيطرة على طريق الكاستيلو الرئيس المؤدي إلى الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة والذي يحاصره الجيش.
في المقابل تحدث الإعلام الحربي عن تحرك لأهل نوبل والزهراء وكفرية والفوعة الموجودين في حلب باتجاه الكاستيلو لمنع إدخال مساعدات للأحياء الشرقية إلى حين دخول مساعدات للفوعة وكفرية. وبعدما كانت روسيا قد أعلنت أن الجيش السوري بدأ الانسحاب من هذه الطريق يوم الخميس، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش السوري أعاد قواته وأسلحته إلى طريق الكاستيلو قرب مدينة حلب بعدما تعرض لإطلاق نار من المعارضة. على الخط الأمريكي، وبعد إعلان أن الوحدات الخاصة الأمريكية في تل أبيض رفعت أعلامها في المنطقة، برز تطور في بلدة الراعي قرب الحدود مع تركيا، إذ نقلت رويترز عن أحد قادة المعارضة السوريين الكبار أن عدداً صغيراً من القوات الأمريكية دخل البلدة في إطار عمليات تنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكنهم اضطروا إلى المغادرة بعد احتجاج مقاتلين سوريين على وجودهم هناك. يلا يلا عملاء أمريكا، يلا خنازير. الفيديو الذي نشره المسلحون في البلدة يظهر بوضوح أن عدد القوى العسكرية كان أكبر من ذلك، وهي وحدات مقاتلة معززة بالدبابات. الله أمريكان. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد من ناحيته أن العسكريين الأمريكيين غادروا بلدة الراعي، لكنهم ما زالوا في سوريا. في ريف دير الزور الواقع تحت سيطرة تنظيم داعش، بقيت هذه المنطقة خارج إطار اتفاق الهدنة الأمريكي الروسي، وقد استهدف الجيش السوري هذه المنطقة بسلسلة غارات جوية. وفي دمشق أصيب 3 أشخاص بجروح في خرق المجموعات المسلحة نظام الهدنة باستهداف حي القابون السكني ومنطقة العباسيين في دمشق بالقذائف، فيما صد الجيش السوري هجوما للمسلحين على نقاطه في حي جوبر شرقي دمشق. جلسة 28 عالقة بين تصعيد التيار الوطني الحر والاتصالات مع الرئيس سعد الحريري. في ظل الحديث عن اتصالات مكثفة بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري، تقول المعلومات أن صبر الرئيس سعد الحريري قد نفد، وأن أزماته المالية وتلهي المملكة السعودية عنه دفعته إلى البوح للرئيس نبيه بري بعزمه على حسم الأمور السياسية بترشيح الجنرال ميشيل عون. أما أوساط التيار الأزرق فترى مع وصول الجنرال بداية نهاية الحريري. دولة الرئيس سعد الحريري مثل أي إنسان ممكن يكون عنده مشاكل بأعماله، ولكن هيدي المشاكل لا يمكن أن تأثر على موقفه المبدئي من الأوضاع السياسية بلبنان. هيدي إشاعات ومحاولات لخلق حال من القلق عند الأستاذ سليمان الفرنجي أنه ممكن دولة الرئيس سعد الحريري يتخلى عنك. هناك كلام متناقض، هناك يعني أجواء متناقضة، ما في شيء ملموس. قلت لك أنه مننطر هذا التاريخ حددناه كاستحقاق مفصلي. هلأ ما نقطع الاتصال بين يعني المحيطين إذا بدك، مثل ما أنت استعملت الكلمة، لكن لا يعول عليه، بدنا أمور تتجسد على أرض الواقع. 28 من أيلول موعد الحسم في الخيارات والمسارات في جلسة مجلس النواب، فللحريري الخيار في التصويت لعون، ولعون حسم المسار في خطواته التصعيدية. ما بشكك بنوايا الحزب، نوايا صادقة، لكن الفريق الآخر من يقبض على الأكثرية النيابية هو اليوم اللي بيحرك هذا الأمر والكرة في ملعبه. بعتقد ما في أي أفق لانتخاب رئيس الجمهورية ب 28 أيلول إذا ظلت المواقف على حالها، وإذا ظل مصر الحزب الله والتيار الوطني الحر إذا ظلوا مصرين على التعطيل. اتصالات ومساع لفك شفرة الأزمة السياسية، إلا أنها حتى الآن لم تفضي إلى نتائج ملموسة في انتظار عودة الحريري المرتقبة، إلا أن المرجح أن تكون جلسة انتخاب الرئيس 45 كسابقاتها من الجلسات، وأن يمضي التيار الوطني الحر في تصعيده. رواند أبو خزام، قناة الجديد.
إرجاء استجواب هانيبال القذافي ومصيره سيبت في خلال أسبوعين. أرجأ قاضي التحقيق العدلي زاهر حمادي جلسة استجواب هانيبال معمر القذافي إلى موعد لم يحدد بعد تقديم وكيله مذكرة دفوع شكلية. قدمت اليوم دفع، قلت فيه للمحقق العدلي أنه هو غير صالح لاستجواب هانيبال القذافي للأسباب التالية. أولا التحقيق خلص وارتفعت يده عن التحقيق من 8 سنوات، والقضية الآن أمام قضاء الحكم هو المجلس العدلي. ثانياً أي فعل لاحق لمرسوم الإحالة، لأنه قضاء استثنائي، أكيد منه من اختصاص المحقق العدلي. السبب الثالث أنه الوحيد يلي له حق يدعي أمام المحقق العدلي هو النائب العام التمييزي الذي امتنع عن الادعاء. فالسبب الواقع للاستجواب الخطف، والخطف لا يعطي بلاية لقاضي تحقيق الاستماع إلى المخطوف. القاضي قال رح يقرأ الدفع بعدم صلاحيته، إذا اقتنع فيه قد يغفل الملف ويطلق سراح القذافي وتنتهي القصة، يسلم إلى الأمن العام لأنه دخل بطريقة صحيح بغير إرادته بس بطريقة غير شرعية، والأمن العام بيرده لمحل إقامته اللي هو سوريا. الجدير ذكره أن جلسة استجواب القذافي لم تعد تقتصر على جرم كتم المعلومات لتشمل تهمة التدخل في الخطف اللاحق أيضاً، بعد الادعاء الجديد الذي تقدمت به زوجة الشيخ محمد يعقوب وعائلة الإمام موسى الصدر. لأنه بس كبر، هي نقطة كتير مهمة، مش إن كان عمره 2 سنين وقت الخطف، أوكي، بس ما هو كبر صار عمره 37 سنة وقت سقط نظام بيو، يعني هو من هو عمره 20 سنة صار عمره 17 سنة ومسؤول بنظام بيو، وجرم الخطف مستمر والإمام كان بالسجن. بدك ترجعي دايما لتعرفي الصلاحية لتاريخ الفعل المنسوب. إذا منسوب الفعل قبل 81 ممكن يكون في صلاحية للمحقق العدلي، بس قبل 81 كان عمره 2 سنين. مصادر قضائية ذكرت للجديد أن تخلية سبيل القذافي متعذرة حالياً، إنما في خلال أسبوعين على أبعد تقدير سيبت القضاء تخلية سبيله أو الاستمرار في توقيفه. وقد أمهل القاضي حميد العائلتين 10 أيام للإجابة عن مذكرة الدفوع الشكلية، ليصار بعدها إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة بالدفوع. ليال سعد، قناة الجديد. أيها اللبنانيون، احذروا شم الهواء بعد اليوم. شم الهواء أحلى دواء، هذا في السابق، أما اليوم فالهواء بات يقتل. هذا ما توصلت إليه دراسة للبنك الدولي أشارت فيه إلى وفاة 1816 شخصا في لبنان عام 2013 بسبب تلوث الهواء، رقم ينذر بوجود عدو خفي يتنفسه اللبنانيون. للوقوف على الأسباب، كانت لنا جولة في محطة رصد تلوث الهواء التابعة للجامعة الأمريكية. السيارات والموتورات الكهرباء هن أهم 2 عوامل بتأدي لزيادة تلوث الهواء ببيروت. هلا وقت تطلع على غير مناطق، إذا في معامل مثل معمل الزوق ومعمل الجي، أكيد هولي كمان بيزيدوا على تلوث الهواء بالمناطق اللي غير بيروت. ومع أن لبنان بلد غير صناعي، فإن مصادر تلوث الهواء تتنوع فيه وتختلف بحسب المناطق. وقت نحكي تلوث فينا نحكي غاز مثل ثاني أكسيد النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون، أو فينا نحكي جزيئيات. في دراسات علمية عم بتقول إنه هالجزيئيات عم بتسبب هول الأمراض، اللي منهم مرض القلب، منهم مرض السرطان، منهم النمو عند الأطفال. ولأننا في بلد يغرق منذ أكثر من عام في نفاياته التي تتكدس وتحرق أحيانا، فالحديث اليوم يختلف عما كان عليه في ذاك العام. إذا ما نحكي بدون حرق زبالة، في جزيئيات بالهواء والمعدل تبعها هو 24 ميكروغرام بالمتر المكعب، وهيدي إذا ما في حرق زبالة. وقتها نحن قسنا وقتها صار في حرق زبالة وطلع هيدا المعدل 400%، بس هل معدل السنوي زاد 400%؟ لا، لما بتزيد لما تكون في حريق زبالة بالفترة اللي هي هلا إذا بتاخدها على كل السنة، لأنه الأزمة النفايات طولت، ممكن يكون هيدا الرقم اللي هلا موجود بالتقرير تبع 2013 ممكن يكون زاد، رح نعرف بالسنين اللي جاي، يعني بآخر هاي السنة. وإذا كانت نسبة تلوث الهواء مشكلة عالمية تعمل حكومات الدول لخفضها،
فإنها لا تزال في لبنان تصاعدية حتى الآن ومطعمة برائحة النفايات القاتلة. نعيم برجاوي، قناة الجديد. من أصل 200 شاحنة 90 فقط تلتزم المعايير الصحية، إهراءات القمح لا تزال في خطر. في 6 نيسان أصدر مدير إهراءات القمح موسى الخوري مذكرة حدد فيها بعض الشروط، ومنها أن على الشاحنات التي أوقفت بسبب وجود رواسب حبوب في هيكلها أن تبرز صورا عن طريقة تعقيمها. وبعد 2 أصدر الخوري مذكرة أخرى طالب فيها الشاحنات بإبراز شهادة من شركة معتمدة لتعقيم هياكل الشاحنات صادرة في اليوم نفسه. ثم في 2 من الشهر الجاري أصدر مدير الأهراء تعميما إلى مالكي الشاحنات المحملة للحبوب يطلب منهم بدءا من 5 أيلول ضرورة لصق شهادة تعقيم هياكل الشاحنات على الزجاج الأمامي على ألا تتخطى مدة التعقيم الأسبوع الواحد، وذلك في انتظار صدور قرار التعقيم اليومي. سلسلة مذكرات وتعميمات لم تدفع بعض الشاحنات التزام قرار التعقيم الجديد، ما حتم التلويح ببدء أزمة قمح لرفض الخوري تعبئة أي شاحنة غير معقمة بالقمح. نقلة الزبالة عم تكون تقريبا 600,000 ليرة، وسعر نقلة القمح عم تراوح بين 100,000 و100 دولار حسب، يعني أكيد بيغري صاحب الكاميون. مش عم بحكي عن الشرك الكبير، عم بحكي عن اللي عنده كاميون أو كاميونين، بيغري انه يروح يعمل له نقلتين زباله بالليل ويجي يكنس الكاميون تاني نهار ويجي يعمل ينقل قمح. هيدي البريكوسيون عم ناخذها، اما الاحتياط فما نحط حالنا بهذا الموقع. انه ليه ما بدنا نعقم كرمال شو ما بدنا نعقم؟ هلا ترى الساعه بدها مصاري، الوقت بدها 5 دقائق، المصاري ما بفتكر بتتخطى ال 50,000 ليرة التعقيمه اذا بدنا نعقم. وانا ماني فار التعقيم يومي، انتبهي عم نشتغل على مشروع تعقيم يومي ورح يصير من هلا لشهرين تقريبا. هلا الشاحنات بتقول لك نحن نضاف ونحن معنا ملتزمين بالشروط والمواصفات. طب يعقموا، شو المشكله اذا عقموا؟ المشكله فيها كلفه، مين اللي يتحمل الكلفه؟ قصه مبدئيه صارت، ما قصه كلفه ولا قصه شيء، قصه مين اللي عم بيعطي التعاميم، كم وزاره، كم مرجعيه. من اصل 200 شاحنه اعتادت دخول اهراءات القمح يوميا لتعبئه حمولتها، 90 شاحنه فقط تقريبا استوفت شرط التعقيم، فيما بقي 110 خارج التحميل، فاين مفتاح الحل؟ حطينا مثل ستيكر دائره حمراء على الكاميون بتقول من 1 ل 300، هودي الكاميونات بس اللي حاطين ستيكر بحق لهم يعبوا من الاهراء. هالستيكر مربوط برقم الهيكل تبع الكاميون، اذا حدا شافه برا عم ينقل اي شيء بحق له يغرمه. من ناشد هون القوى الأمنية، من ناشد كل المواطنين، بيبلغ الإهراء كرمال تنعمل له بانينج عن السيستم، منشيل اسمه عن السيستم. في رقم خاص؟ رقم الإهراء، أما 1739 على وزارة الاتصال. دلوا كل واحد على موقفه، وطالت العملية أكثر من 2-3-4 أسبوع، بده يصير في أزمة تموينية منشان المطاحن ما عندك قمح كافي أو الخلطة اللازمة لتطلع الطحين المناسب لإنتاج الخبز العربي، الخبز العائلي. نحن نصر على إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء منشان يصير في مرجعية واحدة لإصدار هالتعميمات. بيران أنه يلا بكرة موسى يوم 2-3 بيزهق بيروق، لا ما راح أزهق وما راح روق، بكل بساطة ما رح ساوي مع هذا الموضوع، رح تمشي فيه للآخر. ومن هنا المعادلة القائمة تختصر بحتمية التعقيم، وإلا فلا قمح. رشا الكرم، قناة الجديد. تراجع المؤشرات الاقتصادية وازدياد الفقر في لبنان، والهيئات الاقتصادية تدعو إلى اعتصام بدلا من نقابات العمال. أن تعتصم الطبقات العمالية بسبب الأوضاع المعيشية فهذا أمر عادي، أما أن تتنادى الهيئات الاقتصادية إلى اعتصام تحت شعار رفضا للشعور الرئاسي وتضامنا مع الاقتصاد الوطني وحماية للقمة عيش اللبنانيين، فهو ما يؤشر إلى انهيار قريب لاقتصاد ما زال متماسكا بالصدفة. شو ما صار الانعكاس هو على الطبقة العاملة وعلى القدرة الشرائية للأسر، في قطاعات دخلت مع بعضها، ومن هون صارت الهيئات الاقتصادية أنا بعتبرها غير كافية، يجب أن تترافق مع عمليات وزيارات ومؤتمرات مع العمال، مع الاتحاد العمالي، لانه في اتحاد عمالي بقى. يعني احنا بنقول يعني في اتحاد عمالي عام، في موجود كيانه وموجود بعض النقابات، بعض نقابات فعلا على فكره مقويه كثير يعني، بس عمليا حتخليني احكي ما بدي احكي. تطييف الحركه العماليه والنقابيه ومذهبتها والى اخره فرط الحركه النقابيه في لبنان، نقطع السطر.
فبالتالي انا بنصح يعني المسؤولين ما تبقى من حكومه ومجلس نواب وهذا انه يطلعوا على الناس حاج باقي قاعدين حاطين ازاز في ميه بسياراتهم وكذا يشوفوا العالم. المؤشرات الاقتصادية تدل على انخفاضات مخيفة والدين العام وحده يرتفع، ففي سنة مالية واحدة بين حزيران 2015 وحزيران 2016 ازداد الدين العام الإجمالي 3.86 مليار دولار ليصل إلى 72 مليار دولار. بدوره ارتفع العجز الإجمالي للموازنة إلى 1.633 مليار دولار في شهر نيسان 2016 مقارنة بعجز بلغ 1.494 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ازدادت إيرادات الدولة موازنة وخزينة بنسبة 5.86% في المقابل ارتفعت نفقات الدولة 6.97% على صعيد سنوي. وشهدت قيمة المبيعات في قطاع العقارات ركودا تمثلا في انخفاض عقود البناء بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الحالي، وانخفض نمو الواردات بنسبة 3.3% في الربع الثاني أيضا من العام الحالي، وانخفضت كذلك نسبة مبيعات السيارات الجديدة بين الربع الأول والثاني من العام من 5.9% إلى 0.3%. أما نتائج تقرير البنك الدولي فأكدت أن 1 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر، أي بمعدل دخل يومي يصل إلى 8 دولارات كحد أقصى، فيما يعيش 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر المدقع، أي بمعدل دخل يومي يصل إلى أقل من 6 دولارات. وبدلا من أن تنفذ النقابات العمالية ومعها الاتحاد العمالي العام اعتصامات مطلبية، ترك الأمر للهيئات لتطالب بما هو حق للعامل. ألين حلاق، قناة الجديد. بعد الإعلان العريضي يدعوكم إلى التفاهمات. أهلا بكم من جديد. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الوضع متوتر جدا في صربة بعدما تحول أحد أحيائها المكتظ بالسكان إلى ساحة معركة ليل الاثنين الماضي على أثر تطور إشكال بين شبان لبنانيين وسوريين استعملت فيه السكاكين والحجارة والعصي. وعلى الرغم من كل الجهود الأمنية المبذولة من قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية جوني إلا أن التوتر لا يزال يسود المنطقة. وازداد التوتر بعد عثور شبان المنطقة ليل أمس على عبارات مسيئة إلى الأهالي ومؤيدة لداعش على صورة الشاب إيليو البعيني الذي توفي في حادث آتيفي أواخر الشهر الماضي. وأشارت مصادر صحفية إلى سقوط عدد من الجرحى السوريين واللبنانيين على حد سواء، بينهم شاب سوري يقبع في المستشفى ووضعه خطر، كما تعرض عدد من اللبنانيين لإصابات نتيجة تعرضهم لرشق بالحجارة من قبل النساء كنا يتواجدن على سقف المبنى بإعاز من رجال مشاركين في الإشكال نتيجة عدم قدرتهم على لجم من يهاجمهم من شباب المنطقة. ومساء حضرت إلى المكان دورية مؤللة للجيش اللبناني وتعمل على تسيير دوريات في المنطقة. الزميل رياض بيسي في فقرة الفهلوي يبحث في أسس النظام اللبناني جمهوري أم برلماني. جنرال عون عامل نايب جد بنظام برلماني، نظام المحاصصة محل نظام جمهوري ديمقراطي البرلماني، على خصوصية النظام البرلماني الديمقراطي في لبنان، بنظام برلماني الديمقراطي في لبنان. على بلد اسمه الجمهورية اللبنانية شو بده يكون نظامه؟ أكيد جمهوري، بس ما هو بنفس الوقت بقولوا إنه نحن نظام برلماني. إيه كيف هاي؟ نحن نظام جمهوري أو برلماني؟ نحن نظام جمهوري أما برلماني بلبنان. أنه نظام البرلماني مش نحن لما ننتخب ال برلمان لا جمهوري. فيك تفسري لي أكثر؟ لا. أوكي، أنه نظام جمهوري يعني مبنى على جمهورية. جمهورية مثل أمريكا. برلماني. برلماني. صراحة ما بعرف. جمهوري. لا برلماني. جمهوري. ديمقراطي. عسكري. جمهوري. هذا سؤال ما بعرف جاوبك عليه. ما عندي فكرة صراحة. نحن نظام محكوم. ما كتير إلي بقصص هيك. صراحة أنا بالسياسة ما كتير يعني. نحن ملكة تلي وراسي بس. تكتب ما كانت التسمية هي.
اي اي البي واحد والولاد كتار يا ست. لبناني نظام جمهوري او برلماني؟ اولا هو مش سمك ولبن. ثانيا لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، شو يعني؟ النظام الجمهوري بيرجع بالتاريخ ل 500 سنة قبل الميلاد، أيام الجمهورية الرومانية لما كانت شوية أحرار تشارك عبر الديمقراطية المباشرة بإدارة المرافق العامة. كرمال هيك النظام الجمهوري بيعني إنه الشعب هو مصدر السلطات، أما رأس السلطة فممنوع يكون مثل الأنظمة الملكية، منصب متوارث بل منتخب مباشرة من الشعب. بس ما تنغشوا كثير، الجمهورية مصطلح فضفاض، وفي أكثر من 135 دولة فيها كلمة جمهورية قبل اسمها، مثل فرنسا والصين، ألمانيا وسوريا وليبيا أيام القذافي. الفكرة بالنظام الجمهوري أنه يكون في رئيس لهيدي الجمهورية، بس هيدا ما بيعني أنه لما نقول نظام جمهوري يعني أنه هيدا نظام رئاسي. شو يعني نظام رئاسي؟ بشكل عام وخصوصي بالجمهوريات شكل الحكومة بيتوزع على ثلاث أنواع: رئاسي، برلماني ومختلط. بالرئاسة ما في شيء اسمه رئيس حكومة، في بس رئيس الجمهورية يلي هو رأس السلطة التنفيذية ويلي بيكون عمليا منتخب مباشرة من الشعب. كرمال هيك بيكون عنده صلاحيات واسعة، أهمها أنه هو يلي بيختار أعضاء الحكومة يلي بتكون حرفيا فريق عمله، وهيدي الحكومة منا بحاجة لسائة البرلمان حتى تشتغل شغلة. وأصلا مجلس النواب ما بيقدر يعزل أو يقيل الرئيس إلا بحالة وحدة وهي ارتكاب الخيانة العظمى. طيب بهيك حالة شو له عازل البرلمان؟ اولا هو يلي بيشرع القوانين يلي بتشتغل على اساس الحكومه، ثانيا هو يلي بيراقب عمل السلطه التنفيذيه، ومثل ما الرئيس بيقدر يعترض على قوانين بقرة مجلس النواب بيقدر البرلمان يعترض على الميزانيه العامه المقترحه من فريق عمل الرئيس. واكيد ما في رئيس يجر بلاده على الحرب من دون موافقه مجلس النواب او الشيوخ. مين بيعتمد هيك نظام؟ امريكا. بالنظام البرلماني وبحالة الجمهورية منصب الرئيس هو منصب فخري للتشريفات مش أكتر، أما رئيس الحكومة فبيكون هو رأس السلطة التنفيذية ولكنه خاضع بالكامل لمساءلة ومحاسبة مجلس النواب. ليش؟ لأنه عمليا منتخب من البرلمان يلي بيقدر بأي وقت يسحب الثقة من الحكومة ويخلي أعضاء يروحوا على البيت. إجمالا اختيار رئيس الحكومة ما بيكون نتيجة انتخابات داخل المجلس، بل تحصيل حاصل لفوز تحالف من القوى أو حزب معين بالانتخابات النيابية. مين من الجمهوريات نظامها برلماني؟ كتار، أبرزهم ألمانيا. نظام المختلط هو نظام يلي فيه رئيس جمهورية ورئيس حكومة واثنين عندهم صلاحيات، لأن اثنين منتخبين مباشرة من الشعب. رئيس الجمهورية منتخب مباشرة ورئيس الحكومة بيمثل ائتلاف القوى أو الحزب الفائز بالانتخابات النيابية. الفكرة من هذا النظام عدم حصر الصلاحيات التنفيذية بإيد شخص واحد منعا لاحتكار السلطة. وفرنسا تعد المثل الأشهر بين الدول يلي بتعتمد نظام المختلط. طيب وبلبنان؟ لبنان جمهورية برلمانية، بس رئيس الجمهورية هو أعلى منصب. كيف؟ هيدا منجاوب عنه بالحلقة الجاي. جملات حزين على ضعف حليفه الأقوى سعد الحريري ويستبعد انتخاب رئيس في المستقبل المنظور. رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن الرئيس سعد الحريري يواجه صعوبات كبيرة اليوم، وقال حليف الأقوى يزداد ضعفا بالطراد وهذا محزن جدا. واستبعد جنبلاط في حوار مع مركز كارنيجي للشرق الأوسط أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في المستقبل المنظور، وقال من يبت في الموضوع الرئاسي هما القوتان الإقليميتان إيران وسوريا، لا ينبغي التقليل من شأن النفوذ الذي يتمتع به الأسد وقدرته على إفساد الأمور، مشيرا إلى أن بعض المسيحيين أو بعض الزعماء في الطائفة المارونية غافلون عن أنه قد يتم تعديل الدستور بما يتعارض مع مصالحهم، وربما البعض مستعدون للقبول بهذا الأمر على غرار ميشيل عون، لكن ذلك يتوقف على المكاسب العسكرية للجيش السوري وحلفائه. وردا على سؤال حول مستقبله في بلد يخضع لسيطرة حزب الله، قال جنبلاط لا مستقبل لدي، فهدفي الوحيد هو الحفاظ على البقاء، وآمل بأن أكون قد نقلت هذه الرسالة إلى نجلي. عندما تنتمي إلى طائفة صغيرة يكون هدفك الوحيد هو حمايتها والحفاظ على البقاء. وعما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيتمكن من البقاء سياسيا، قال جنبلاط أجل لسوء الحظ وبشكل وقح وبطريقة لا أخلاقية، وذلك بفضل الروس ولا مبالاة الأمريكيين وبالتحديد أوباما، وبالطبع بفضل إيران، ونحن نستشف مؤخرا مؤشرات جديدة عن تحول تركي مثير للقلق للغاية.
ولفت جنبلاط في حديثه إلى ما اعتبرها فضيحة مساعدات الأمم المتحدة، وقال: لقد قدمت الأمم المتحدة ملايين الدولارات لمساعدة سوريا، لكن الأموال أرسلت إلى عائلة الأسد وفي شكل أساسي إلى عقيلة بشار الأسد، والأمم المتحدة أقرت بهذا الأمر. إنها كارثة أخلاقية ووصمة عار على جبين الأمم المتحدة. وعما إذا كان سيعقد مصالحة مع الأسد في حال بقائه؟ قال جنبلاط: لا، لن أفعل ذلك، فهذا يعني نهاية السياسية. أفضل الانتحار بشروطي أنا بدلا من الذهاب إلى سوريا ومصافحة بشار. أبو فعور يرفض من السرايا التسليم للتعطيل، العريض يدعو إلى عدم انتظار تسوية الخارج. وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميلة عنا زلزلي. من السرايا الحكومية، أكد وزير الصحة وائل أبو فعور أن لا نية لدى الرئيس تمام سلام لإدارة الظهر لمكونات موجودة في الحكومة ولا للتسليم بالتعطيل، لأنه مجلس وزراء هو المؤسسة الوحيدة التي لا تزال فاعلة وعاملة والتي ينظر إليها المواطن اللبناني باعتبارها ضرورة لابد منها لتسيير شؤون حياته اليومية، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي نعيش فيها، في ظل الأخطار الأمنية، في ظل التعقيدات السياسية التي نمر فيها. برعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، احتفلت الجمعية التعاونية لسيلين ميناء جل البحر بتدشين الونش الرافعة بحضور الوزير السابق غازي العريضي الذي دعا إلى عدم انتظار التسويات على طاولات الحوار الخارجية. لماذا لا نذهب إلى تفاهمات بين بعضنا البعض؟ لا سيما وأن ليس ثمة أحد في الخارج يهتم بلبنان أو يضع حسابا للبنان. البعض يقول لسنا على جدول أولويات أحد، نحن لسنا أصلا على الجدول وليس في الأولويات، كل دولة مهتمة بمصيبتها. في ذكرى مرور أسبوع على وفاة رئيس بلدية المروانية محمد دياب حجازي، طالب وزير المال علي حسن خليل جميع القوى السياسية بإعادة قراءة مواقفها وخطاباتها. واليوم التفاهم على جملة من الإجراءات، على جملة من التفاهمات المرتبطة بقانون الانتخابات، بشكل الحكم، بشكل إدارة السلطة في المستقبل، وهذا الأمر بالتأكيد سيساعد على حسم الاختيارات تجاه شخص رئيس الجمهورية. دعا لقاء الجمهورية في اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشيل سليمان المعطلين إلى اعتماد ديمقراطية التسهيل بدلا من ديمقراطية التعطيل المخالفة للدستور والتي أثبتت فشلها وأدخلت لبنان في نفق مظلم وخطر يهدد بانهيار نظامه على رؤوس الجميع. ورأى أن استقالة اللبنانيين لا سيما المسيحيين من دورهم التاريخي في ظل التسويات المقبلة على المنطقة يضعهم على هامش الحياة السياسية. ودعا اللقاء جميع أعضاء الحكومة من دون استثناء إلى ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية في غياب الرئيس، لأن مقاطعة الجلسات تحت أي مسمى أو ظرف هي بمثابة الهروب من المسؤولية وتعطيل إضافي للمؤسسات ينعكس سلبا على اللبنانيين ويخدم أعداء لبنان. في خطبة الجمعة رأى السيد علي فضل الله أنه مهما زاد منسوب الاحتقان بين السياسيين فإن أحدا لن يفرط بمصير البلد. هنا نطالب جميع الحريصين على هذا الوطن أن يعملوا بكل قوة على تذليل العقبات القائمة وتهيئة الظروف لعودة الجميع تحت لواء الوطن والدولة بالطريقة التي تحفظ الحقوق وتزيل الغبن وتطوي إلى الأبد كل الخطاب السياسي المشحون. في خلال استقباله رئيس حزب الشعب السوري المعارض الشيخ نواف الملحم وأحد أمراء جبل العرب يحيى عامر، أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن الهجمة الإرهابية على سوريا بدأت تتكسر. هناك ضرورة للضغط على الصهاينة الذين يساعدون المسلحين في هذه المنطقة ويحاولون فرض أمر واقع في هذه المنطقة لمصلحة المسلحين، ونحن نؤكد بأننا كلنا إلى جانب حضر وكلنا إلى جانب جبل الشيخ. نفذ لواء المشاة السادس في الجيش مناورة قتالية بالذخيرة الحية في منطقة جرود العقورة حول مهاجمة مجموعات إرهابية في أماكن حدودية وعرة والقضاء عليها، واستعملت في المناورة رمايات بالدبابات والمدافع والطوافات والأسلحة الرشاشة.
وبإشراف مدرسة القوات الخاصة نفذت وحدات من لواء المشاة الثالث وأفواج المدرعات الأول المدفعية الثاني والحدود البرية الثالث بمشاركة القوات الجوية والبحرية مناورة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في حقل رماية حنوش حمات تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية منتشرة في محيط المباني. الأمين العام للأمم المتحدة ليس في وسعه سوى تسديد العبارات لإسرائيل من دون القرارات. في جلسة لمجلس الأمن الدولي هاجم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصف فيها معارضي التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بأنهم من مؤيدي التطهير العرقي رافضا تلك المزاعم. موقف الأمين العام للأمم المتحدة جاء خلال مداخلة له أطلع فيها مجلس الأمن على مستجدات القضية الفلسطينية. تصريحات نتنياهو الأسبوع الماضي التي تدين أولئك الذين يريدون وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية غير مقبولة ومثيرة للسخط. دعوني أكون واضحا تماما، المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، يجب إنهاء الاحتلال والقمع والظلم. المجتمع الدولي عموما يرى أن التوسع الاستيطاني عقب في طريق السلام. وفي السياق أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تسمح لأي مستوطن إسرائيلي بالعيش داخل الحدود. دوتشي بانك ينضم إلى قافلة المصارف التي دفعت غرامات إلى أمريكا وأنعشت اقتصادها. 14 مليار دولار هي الغرامة التي فرضتها أمريكا على المصرف الأكبر في ألمانيا وهو دوتشي بانك، وذلك لتسوية خلاف عقاري على صلة بأزمة الرهن العقاري عام 2008. أمريكا عادت وأخرجت أرنب الأزمة المالية من قبعتها لتلوح بالتصعيد في وجه كل مصرف لا يساهم في ماليتها غير المعلنة. فقبل دوتشي بانك سار مصرف يو بي أس السويسري على درب الجلجلة فدفع بدوره أكثر من مليار دولار بعد خضوعه لتحقيقات من السلطات الأمريكية بتهمة مساعدة عملاء لديه على التهرب الضريبي. ودوتشي بانك ويو بي أس ليس المصرف الأول الذي يعاني عقوبات أمريكية بذرائع مختلفة. فقد فرضت السلطات الأمريكية غرامات على عدد من المصارف الأمريكية والأوروبية ومنها بانك أوف أمريكا وجي بي مورغان وبانك كريدي سويس إضافة إلى إتش أس بي سي البريطاني الذي دفع غرامة بدوره وصلت إلى مليار وخمسة عشر مليون دولار ومصرف باركليز البريطاني الذي تعرض أيضا لغرامات كبيرة في الولايات المتحدة وبريطانيا وصلت إلى 470 مليون دولار وبنك بي أن بي باريبال الفرنسي ولائحة طول. نتيجة هذه العقوبات مليارات من الدولارات تصب في الخزانة الأمريكية لإصلاح اقتصاد أمريكا على حساب اقتصادات العالم. بعد الإعلان ملحم والشائعات. صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب. أهلا بكم من جديد. الموسيقار ملحم بركات بخير والإعلامية نضال الأحمدي تؤكد أن حالته خطيرة. ماي حريري تنتحب وملحم بركات في حالة حرجة جدا في المستشفى. بهذا العنوان بدأت الإعلامية نضال الأحمدي مقالها في مجلتها الجرس وأكدت فيه أن الموسيقار الكبير ملحم بركات أصيب منذ أشهر بالمرض الخبيث وأصر أن يبقي الأمر سرا، لكنه الآن ما عاد يملك هذا الحق وهو في أصعب حالاته وأسوأ أوضاعه الصحية يرقد تحت تأثير المورفين في المستشفى، وأنها تكتب على مسؤوليتها الشخصية لأن رجلا بحجم المجد الموسيقي كله لا يترك في المستشفى من دون أن يلتم حوله كل النجوم. بركات رد عبر صوت الغد مع الزميلة ريمان جيم وطمأن جمهوره ومحبيه إلى أنه بصحة جيدة وأن هذه الأخبار مصدرها طليقته ماي حريري. لا بالمستشفى يعني وما بيك شيء وعم تحكينا مباشرة وبأحسن حالتك الحمد لله. مضحك وحياة الله. أنا ما مع يعني عم بفكر أنه طيب ليش بدنا يعمل الخبر هذا، ويعني بشكر الناس اللي شغل باله بهالشكل. مين ما كان يكون فيها تسلي فيها تطمن اذا خايف علي هالقد فيها تطمن عني تسالني شو بك مثلا. هسه الجمعه بالدواء جمعه يمكن بدهم يعملوا لي عمليه بس ناطرين حتى يخف الالتهاب شوي وبس وما في شيء ثاني. يعني ما حدا بيصير معه ديش ثلاث ارباع اللبنانيين معهم ديش. أما الأحمدية فتؤكد حالة بركات الخطرة عبر اتصال بالجديد. من وين
قريته خبر طلع من عندي كذاب. من أمتى أصلاً غامرت ونزلت خبر مش متأكد منه من 99 مليون بالواحد؟ عبقلك 99 مليون بالواحد. بس برضو إذا بدو أبو مجد إنه أنا كذابي فأنا كذابي. وإذا رندا بدها تصب تحت بيتها على ظهري وعلى ظهر مستقيتي ومهنيتي فصداها هي يعني إلا فضل علي. هي بيوم من الأيام كان ابني ينام عندها بالبيت لما أنا انكسرت ما كنت أمنه غير عند رندا. بس إنه يعني شو بعرف شو بدي أقول لك. اليوم نحن رحنا على المستشفى وسألنا حتى بأوتيل ديو قالوا لنا ما منه موجود أبدا أستاذ محمد. قلنا له كنت تفضلوا طلعوا كاميرات ونصوروا. هو قال ليش خبروني قال ليش ما اتصلت فيك. طب يا أبو بس ما أنت مذكر خطوتك وما أنت يعني أنت عارف أنت ما بعرف ما شو بدي أحكي. إذا بحكي كأني عم بقول أخبار جديدة بس إنه أنتوا كمان صحفيين وبتقدروا تعرفوا. صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب قتلني كذبه وبحبه صاير كذاب. ليال بموسى قناة الجديد. أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة ميشا. بونسوار. رغم أنه الكثير من الدراسات أثبتت أن التكنولوجيا لها أثار سلبية على حياة الأفراد، بس دراسات جديدة عم بتبين العكس خصوصي على المستوى النفسي والاجتماعي. فمثلاً أظهر بحث جديد أجري بجامعة دونالد براند بكاليفورنيا أنه صور السيلفي واللي البعض بيشوف فيها نوع من النرجسية بتزيد مستوى السعادة والثقة بالنفس عند الأفراد، كما أنه اللي بيصور صور بهدف إسعاد غيره ممكن يصير أهدى وبيكون قادر يخفف التوتر عند أصحابه وأفراد عائلته. ودايماً بموضوع السيلفي، بس هالمرة سيلفي مفجرة. انتشر مقطع فيديو لمجموعة من المقاتلين السوريين عم بيغنوا قدام كاميرا ثابتة لوقت ما قرر أحدهم يتصور سيلفي سببت بانفجار يرجح أنه سببه عبوة ناسفة كانت محضرة للتفجير عبر إشارة من الموبايل اللي استعملوا لتصوير هيدي السيلفي. ومثل ما رح نشوف أنه الكاميرا الثابتة اللي كانت عم بتصور ما تعرضت لأضرار، الشيء اللي بيعني أنه العبوة كانت صغيرة. مع 238 مليون متابع، كريستيانو رونالدو هو الرجل الأكثر متابعة بالعالم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالرغم من هالرقم الكبير اللي بيستند على مواقع فيسبوك، تويتر وإنستغرام، بعده رونالدو ما حصل على البالون دار سوشيال ميديا، لأنه المغنية تايلور سويفت بعدها بالمرتبة الأولى من حيث عدد المتابعين، ليكون رونالدو بالمرتبة الثانية والوحيد بين النساء الأربعة الأكثر متابعة، وهن تايلور سويفت، كيتي بيري، سيلينا غوميز وريانا. وإلى جوجل وبالتحديد خدمة ستريت فيو اللي بالعادة بتخبي وجوه الناس اللي بيبينوا بالشوارع اللي بتصورهم هالخدمة، وهالشي حرصاً على خصوصيتهم، إنما هالمرة كان دور بقرة كانت عم ترعى حد نهر بمنطقة كامبريدج البريطانية وتم تمويه وجهها. فسخروا معلقين على السوشيال ميديا وصاروا يسألوا إذا البقر بينزعجوا لما تنتهك خصوصيتهم. ليوضح متحدث باسم شركة جوجل إنه كل القصة خلط تقني وأكيد الشركة ما غطت وجه البقرة بداعي الخصوصية. ومن وحي آخر أيام الصيفية حب أحد المغامرين اللي بينشر مغامراته على يوتيوب وإنستغرام تحت اسم 8 بوث إنه ينشر فيديو ببين فيه عم بنط من تراس أحد الفنادق بكاليفورنيا على بيسين الأوتيل، وكان كتير قريب من حافة البيسين، الشيء اللي كان ممكن يسبب بمقتله. وعلقوا متابعينه أنه لازم ينتبه من مجازفاته وما في دايماً يتكل على حظه اللي لهلأ بعد ما خزله. لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا، اللي فيكن ترجعوا تتابعون على صفحة ترندز على فيسبوك أو على صفحتي على فيسبوك، وكمان فيكن تتابعوني على حساباتي على تويتر وإنستغرام. أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة، وأنا بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة. كان في النشرة مقتل أعماق داعش، غارة أمريكية تستهدف وزير الإعلام، ارتفاع قمة رئاسة لمصلحة عون،
في أي أفق لانتخاب رئيس الجمهورية ب 28 أيلول إذا ظلت المواقف على حالها. نسم علينا الهوى من مفرق النفايات، فانتبهوا إلى عدوكم الجديد. زيادة عن كل هودي عنا حريق النفايات اللي هو بكل كيف ما اطلعت فيه مسرطن مسمم كله وزبالة كمان. هني بعد القذافي بين أيدي أكرم عزوري، فإلى أين المصير؟ القاضي قال رح يقرأ الدفع بعدم صلاحيته، إذا اقتنع فيه قد يغفل الملف ويطلق سراح القذافي وتتالي. ونظامنا اللبناني جمهوري برلماني. شو بدي يكون نظامه؟ أكيد جمهوري، بس ما هو بنفس الوقت بقولوا أنه نحن نظام برلماني. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.